مجددا مشاهدينا الاعزاء مع تواصل اشواط هذه الفتره المسائيه في هذا اليوم وفي هذا المساء. هذا هو الشوط العاشر، هذا الشوط خاص بفئه الحقائق القعدان ومقدمه الشوط، ومن يحتل المركز الاول الريس لعبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على مقدمه الشوط وفي المركز الاول. المركز الثاني ومن يحتل المركز الثاني الوعب، تعود ملكية الوعب لحمد بن عبد الله بن سعيد بن لحول. ننتقل من الوعب اللي يحتل المركز الثاني إلى المركز الثالث، ومن يتقدم إلى المركز الثالث مصدع عيسى بن حمد بن بارك المري. الدور دور المركز الرابع، وصول من وقاد محمد بن حمد بن جار الله المري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتواجد فيه اليماني لسالم بن سعيد بن محمد الخيالي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. الريس اللي معطي ريس ما شاء الله تبارك الله عليه، داعس على مقدمة الشوط وحاضر وشارد بالمركز الأول. هذا هو الريس ما شاء الله تبارك الله، عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي يقدم لنا الريس في مقدمة الشوط، وعلى المركز الأول يليه على المركز الثاني الوعب حمد بن عبد الله بن سعيد بن لحول. وننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم مصدع لعيسى بن حمد بن بارك، بينما المركز الرابع وصول اللي كان على خامس المراكز ها هو يتقدم، واسمه اليماني 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 سالم بن سعيد بن محمد الخيالي، يتسلل رويدا رويدا شيئا فشيئا الى المراكز الاولى. المركز الخامس وصول خطير، وصول خطير من هذا الشعار الخطير في مساء هذا اليوم. هذا هو الفارس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وشعار البرنس يحضر باحثا عن النقطه الرابعه في هذا المساء او ربما الخامسه الرابعه. فاز معنا بالاتحاديه وبهداد وكذلك التبر، وهذا هو الفارس يبحث عن اختطاف وتعزيز حضور هذا الشعار في هذا المساء. الفارس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، شعار خطير من خلال ما قدم في هذا المساء، نتمنى له التوفيق ولكل الشعارات الحاضره. هذا هو ينتقل الى المركز الثالث في هذه اللحظات، من المركز الخامس الى الثالث. الرابع يتواجد في المركز الرابع الوعب حمد بن عبد الله بن سعيد بن لحول، وعلى المركز الخامس الريس عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء. نعود الى مقدمه الشوط مع لوحه ال 1500 متر الاخيره. مصدع لعيسى بن حمد بن بارك المري يرقص على ارضيه الميدان الرقص الشحاني. يلا يا بن بارك، يلا يا راعي مصدع. الموقف هذا وهذا المركز مستهدف من جميع المشاركين والحاضرين في هذا الشوط، ولكن مصدع حتى هذه اللحظات ينطلق انطلاق تلقائي. هذا هو مصدع مع ال 1200 متر الاخيره، يقترب من لوحه الكيلو الاخير، يصل البرنس، يتقدم مع الفارس، مع الفارس الموشح بانجازات هذا المساء الذي يتسلح بحضور اخوانه واخواته في هذا المساء، وحضور جميل مع الكيلو متر الاخير. يا سلام، ينطلق على المركز الاول، يتسلل ما زال هناك على المركز الاول مصدع عيسى بن حمد بن بارك المري على المركز الاول. المركز الثاني الفارس الفارس الفارس، وعلى المركز الثالث يتواصل مشاهدينا اليماني سالم بن سعيد بن محمد الخيالي. نعود الى مقدمه الشوط. يا سلام، مصدع لعيسى بن حمد بن بارك، ولكن الفارس خطير، الفارس خطير بن بارك وايضا البرنس، ولكن الفارس يا سلام الله، هذا هو شعار البرنس، هذا هو شعار البرنس الحاضر معنا في هذا المساء بقوة بقوة، يضرب بيد من حديد الفارس على هذا الشوط ليهدي أهالي الريان وليهدي البرنس النقطة الرابعة في هذا المساء.
أو التاء الرابعة لهذا الشعار، الثالثة للبرنس في هذا المساء. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا لمالك الفارس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، أبدع هذا الشعار، تميز هذا الشعار، حضر في كل الميادين، في كل ميدان نجد لهذا الشعار اسم وعنوان، اسم وعنوان. تهانينا يا البرنس، تهانينا على هذا الفوز المستحق وعلى النقطة الرابعة في مساء هذا اليوم. هذا هو الفارس ينتزع ناموس هذا الشوط محققا المركز الأول. وسلام يا الريان، سلام، سلام يا الشحان، يا سلام. تهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على الفوز بناموس هذا الشوط المركز الثاني. مصدع عيسى بن حمد بن بارك المري المركز الثالث، مسكت لصالح بن سالم بن محمد بن جهويل المركز الرابع. المركز الرابع وصل فيه ذيبان لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، بينما المركز الخامس الحنيش وصل في المركز الخامس لحمد بن محمد بن مسر الفطيح اليام. هذه نتيجتنا، والفارس يصل الى خط النهايه 6 دقائق 15 ثانيه 38 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس للبرنس جر الله بن محمد بن عقيل، تهانينا يا جر الله على هذا التميز والابداع في مساء هذا اليوم. المركز الثاني مصدع 6 دقائق 16 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا وناموس للملك مصدع عيسى بن حمد بن بارك المري. المركز الثالث مسكت 6 دقائق 18 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا وناموس للملك مسكت صالح بن سالم بن محمد بن جهويل. تهانينا وناموس لكل الفائزين.